الأمم المتحدة دفعا للحاج من حق السودان الدفاع عن أراضيه إذا ما تعرضت لأي تهديد من قبل الحركات المتمردة. ونفى الحاج في تصريحات عقب جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الأمني في الحدود بين السودان وجنوب السودان حدوث أي غارات جوية على دولة الجنوب، وقال إن حكومة جنوب السودان أرادت بذلك صرف الأنظار عن هجوم قواتها على هجليج.